السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو الخبز المطلوع، خبز البيتي، هوميد بريد. اليوم إن شاء الله غادي نطيبو الخبز كما تلاحظون معايا، خبز في البيت. إذا بسم الله على بركة الله. إذا غادي نحضرو اليوم الخبز تاع البيت اللي نطيبوه في الدار ديالنا. أوكي ليتس جو. السميد والقمح، أغلب القمح والفرينة البيضاء وحدة، القمح هيا والسميد الرقيق هاي سيمولينا، وفلاور وايت فلاور ليتل بيت وايت فلاور وهول ويت فلاور. صافي يلا قمح، القمح الصلب الصافي. اذا انا درت اغلبيه منه ودرت بزاف تاع السميد جزء اكثر ودرت الطحين. اذا فعندي هنا شي كيلو ونص. لوك انا ما نعرفش ندير شويه نقيس. اوكي غنديرها كامله والله، والرزق على الله. اذا هنا عندنا الملحه، كتبان لي الكاميرا بعيده عليا، الملحه اللي هي عيني ميزاني، حيتوما ديروا غير القا ولا نلقى نص على حسب الملحه، واش تبغيو الملحه بزاف ولا نات، داكشي ليكم نتوما، راجع لكم راكم لكم. اذا انا غادي ندير شويه السكر هذا النهار، وهو السكر الاسمر هذا، هو هنا محطوط هنايا، هذا الاسمر اورغانيك. ندير شويه، علاش كنديرو السكر؟ باش يعطينا شويه ديك، يعطينا ديك الحموره نتاع الداخل. انا راني درت هادي. الخميره الفوريه كنديرو واحد المعلقه كبيره، لان الا كان البرد نكثروا الخميره. الا كان صغير انا الحقيقه ما كيديروش، الام تاعي ما كديرش الزيت، وانا غادي ندير زيت الزيتون. هادي انا حطيتها هنايا تاع زيت الزيتون. انا غندير عيني ميزاني. اوكي نتوما ديروا علقه، انا ندير عيني ميزاني هكا صافي، باش تجي مرتفعه جميله جدا. يلا نكون دابا غادي نخلط هاد الزيت شويه تدخل في كلش الاماكن. راني مطلعه لان راه كنغسل يديا بالطحين، كنرجع غير هادي. اذا الماء دافئ، غادي نعجن العجينه ديالي، غادي نتلاقى. اوكي غادي نجمع العجينه ديالي. غادي نتلاقاو، شوف جمعتها بسهولة. لا شوف سهولة جمعتها، ما نديرهاش رطبة خفيفة بزاف، لأن عندي القمح، القمح كيطلق، القمح كيردها مطلوقة يعني بزاف. شوف أنا غادي شنو درنا هنايا، زيت سكر شوية تاع السكر، زي نص ملعقة سكر كده، ملعقة ملح صغيرة، دائما نتكلم على ملعقة دقيق الصلب، القمح الصلب، ودرنا فيها السميد، درت السميدة الرقيقة بحال القمح، لأن القمح كتشدو السميدة، ودرت الفرينة فلاور، درت فيها جوج تاع كيسان، تسيت، عينكم ميزانكم. أوكي يلا يلا نتلاقاو. إذا اليوم كما تشوفوا عندنا العجينة، هي عجينة الخبز. الخبز المطلوع، إذا شنو عملت فيها أنا هاد العجينة باش منضيعلكمش الوقت، درت فيها السميد، القمح، السميد الرقيق، القمح، فلاور، وايت فلاور دقيق، إذا ملعقة زيت، زيتون، ملح، كما شفتو خميرة، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، إذا وخلطت العجينة ديالي بحال هكا، وغادي نخليها. اذا اليوم ان شاء الله كما قلت لكم انا درت العجينه نتاعي اللي هي شوف شحال زوينه، شوف عجينه الخبز. اوكي نديروا الخبز غادي. اذا هنايا شنو درت في العجينه بسرعه، درت الملحه، درت زيت الزيتون، ملعقه زيت زيتون، درت شويه سكر، انا درت هذاك السكر اورغانيك. اوكي نتوما ديروا السكر اللي بغيتو، والماء
شخر خاصنا، ودرت القمح، دقيق القمح، دقيق السميد، دقيق القمح والسميد معاه هكا، القمح والسميدة. اذا وعجنات العجينة ديالي كما تشوفوا هيا شوفوا. اذا غادي اللي بغات ما تعجنهاش، اللي بغات ما تبلكهاش يعني كونسا، درت فيها الخميرة، هيا خميرة الفورية، درت كتميرها معلقة. اذا اللي بغات تخليها ديريها في بلاستيك باك، بلاستيك باك هكا، وتخليها مجموعة، راسها تخمى تخليها 3 سوايع 4 سوايع تلقايها فاضت، واللي بغات تدلكها تحطها في الماكينة وتدلكها الماكينة، ولا هي دلكها بيديها الله يقدرات. بحال هكا ديرولها هكا، تديها وتجيبيها، أنا فرشالها فوطة باش ما تجريش معايا دكات. شفتوها كيفاش ديرولها، أنا جمعتها شوف شحال زوينة، وغادي القمح فيها غادي يطلق لها أكثر. أوكي بحال هكا شوية د الما، هيا ترشو شوية د الما، هي راه فيها الزيت، الزيت غادي يساعدها ما تلصقش. أوكي هكا نوليو للمطبخ. شفتوها هكا، إلا جمعتها أنا درتها في واحد البلاستيك بان وسديت عليها وخليتها جوج سوايع ولا ثلاثة غنلقاها فغادي تبقى تحط. إذا هذه العجينة شفتوها، العجينة نتاع حطيتها في بلاستيك باك، هيا كيما قلت لكم هاني درت درتها في بلاستيك باك وخمرت، شوفوا شحال طلعت، ما شاء الله ما شاء الله. الطريقة وراها سهلة سهلة بسيطة جدا، اللي بغى يستعمل عجانة، اللي بغى يستعمل اليدين تاعها، اللي بغى تعجنوا بيديكم، بغيت تستعملوا عجانات الخبز فيها أنواع كثيرة، ولا بغيتوا تحطوه بلا ما تديروا تعذبوا راسكم، غير شوية تجمعوا في ديك الجمعة اللي تكونوا تجمعوا، تكونوا كت دلكوه وتخليوه نتابع مع نسرحوا العجينة ديالنا من نساليوها غادي نطلق. كما تشوفوا هذا الطحين اللي كنسرح فيه الخبز تاعي، فيه السميد الرقيق ومعاه مخلط السميد الرقيق مع شويه الفرينه بيضاء، السميد الرقيق باش تجي صفره وزوينه من كتحطيها وتجي بحال تبان حرشه ولذيذه. اذا قلنا بعد ما نخليوه حتى يخمر الخبز تاعنا، ما تخليوهش يفوت ليه الخماره، اذا غير كتشوفوه يطلع من كتقرصوا الخبزات تسرحوهم تخليوه تغطيوه، تخليوه في واحد المكان ساخن، غادي تمشيو تفقدوه، تحطي يديك جوج صباع ولا 4 ولا من الفوق تشوفي واش طلعت، تحطيها من تحطي صباعك غادي تهبط، يعني تشوفيها واش طالعه ولا هابطه، راه باين داك الشيء. وكمل هذه السميد، دقيق السميد و فلاور داك الابيض، الدقيق الابيض والسميد الرقيق، سيمو لينا السميده الرقيقه، انتما في المغرب قيله يديروا الفينو، الفينو هو ديك الصفره، والسميده هذه السميد الرقيق، حنا ما عندناش الفينو. اذا بعد ما ساليت كما تشوفوا الصني ديالي، انا حطيته حطيت فيه كل هذاك الخبز اللي صايب، تغطيته خليته على ما وصلت عندو، ساليت كل الخبز رجعت عندو، انا كنسرحو دابا يعني نديرو مسرح يعني، شفتو كيفاش كنديرلو، ومن بعد غادي نساليه كل تقراص بحال هكا ونغطيه ونخليه يخمر. اوكي لابد هاد العملية تكون من تحطو الخبز في الاول حتى تسالي وترجعو عندو وتسرحوه، يكون شوية يكون شويه بدا يولي سوبل يولي يعني لين، وتسرحوا. بعد ما خليت الخبز تاعي من تكملوا كملت كامل الخبز تاعي حطيته خبيزات، رجع عنده تكون فات 5 دقائق 10 دقائق نرجع نسرحه نقرصه كما راكم تشوفوا باش يتسرح ما يبقاش هكا داير، ومن بعد غادي نحطه في الفران. اذا غادي نخليه نغطيه مره اخرى، نغطيه عندكم يكون عندكم شي ثوب نظيف تكون عندكم ديروا عليه الفران تاعي. اوكي 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 درت لهم هنا شويه بالفرشيطه، واحد جوج ما درت لهم شويه الفرشيطه باش نشوف، وغادي نجيب وحده نحطها اب 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 ما عنديش المكان ديالها، درتهم شعلت الفران على نار تحت 300 درجه، شوف على 350 درجه
غادي نقص له الفوق بعد. شوف كي طلع، شوف شوف الخبز ما شاء الله. شوف 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 دابا تقعد شدوها بحال هاك باليد، تشعلوا الفوق. اوكي شعلوا الفوق دابا. اوكي انا شاحله الفوق الخبز. شوف 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 كي طلع، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نطفي عليه. اوكي غادي نخرج هذا الخبز، خليكم نخرج الخبز باش ما يزيدش يتحرق. هو راه مزيان هذا، صافي فيري غود فيري غود. شوف الخبز ما شاء الله ما شاء الله كي طلع. ما انا درتها معاكم تجربه والله، ها هي حيت انا كندير الخبز ندير شويه الزيت الصراحه. دابا شفتوا عند وحده درتو، جربناه معاكم. وصلنا الى المرحلة الاخيرة، وشوفوا معايا الخبز تبارك الله ما شاء الله. شفتوا الخبز كي جا طالع زوين بزاف بزاف، وتحطوه تقدروا تستعملوه انتم تعرفوا تحتفظوا به طيب. احنا في المغرب كناكلوا الخبز بزاف، حتى هنا انا كناكل الخبز بزاف مع الطاجين ومع الطاجين ومع الفلفل الحوايج اي حاجة احنا كنستعملوا الخبز. انا مالي كنتكلم عن نفسي باش ما يبقاش يشوفوا الفيديو يقولوا لي تكلمتي علينا. اذا ودمتم في رعاية الله وحفظه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.